موازنة 2024 من الرابح ومن الخاسر. هنا أنا بهاي الموازنة نقدر نقول من الرابح ومن الخاسر على الحكومة وعلى المواطن والمحافظات. لو الوزارات خليني نجيها واحدة واحدة. الحكومة ربحت أكيد لأن مررت الموازنة الأكبر بتاريخ العراق دون تغيير أو مناقلة بأبوابها، وهذا الشيء نادر مقياسا بالموازنات السابقة اللي البرلمان يخلي بصمته ويغير أقل شيء بيها 40% من أبوابها، وهذا الشيء ما صار ويحسب لنجاح السوداني في إقناع النواب بخطط الحكومية. نجي على المواطن، هل النصف في هذه الموازنة؟ المعطيات تقول باستثناء عدم وجود تعيينات فإنه 26 تريليون خصصت للرعاية الاجتماعية بمختلف مسمياتها، رواتب إعانة، بطاقة تموينية، رواتب تقاعدية، كل هاي التفاصيل، وهذا المبلغ ما مسبوق. أما المحافظات فهاي المحافظات نسفة هواي من رصيدها المالي، أم الاثنين ونص تريليون صارت 800 مليار، لكن سعفوهن بميزانيتين إضافيتين، الأولى تنمية الأقاليم والثانية ميزانية الوزارات الاتحادية مثل الإعمار والإسكان. أما البترو دولار يبقى لغز بالموازنة لهاي السنة. طيب هنا نقدر نقول بأن الكرة اليوم بملعب الوزارات والحكومات المحلية لإكمال مسيرة الإعمار وتنفيذ شعار الحكومة عامل إنجازات وموضع التطبيق، وأنه ما يكون حبر على ورق، وترجع الفلوس تتداور على موازنات 25 ويا كل الهلبيب. حياكم الله مشاهدينا الكرام بكلام حر، وارحب بضيف حلقه اليوم الدكتور داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال العراقي. حياك الله دكتور، ضيف عزيز في كلام حر. اهلا بيك ومشاهديك الكرام. خلينا نبتدي نتحدث عن الموازنه ونقدر نعرف التفاصيل الاكثر من حضرتك. موازنه 24، من الرابح ومن الخاسر في هاي الموازنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد طبعا ماكو رابح وخاسر، اكو يعني قانون شرع وفق السياقات الأصولية للتشريع من خلال تنظيمه من وزارة المالية ووزارة التخطيط وسد احتياجات الوزارات الأخرى ورسالة إلى الحكومة وتقرر الحكومة، هذه السلسلة اللي هي عادة تأخذ طريقها وتذهب إلى مجلس النواب ويقر وبعد ذلك ينشر بالجريدة الرسمية. الجداول هي هذه كانت إضافة بقانون موازنة رقم 23 تم إقرارها بفارق بسيط على العام الماضي، يعتبر جزء من عجز في الوقت الحاضر لأنه ممكن تتغير أسعار النفط. نعم. ويسد هذا العجز، ومن الممكن أصلاً ما يصير إنفاق بالمبالغ اللي تم تخصيصها بالجداول لقانون الموازنة لعام 24.
القانون الموازنة هو قانون صلاحيات لا أكثر للحكومة بالإنفاق للحد الأعلى بالمبالغ المحددة من قبل الوزارات المعنية. يعني من الممكن الحكومة ما تستخدم هذه الصلاحيات في الإنفاق. إذا ماكو أموال من الممكن تتوقف في بعض المشاريع، ومن الممكن أنه تقترض لهذه المشاريع، ومن الممكن أصلاً أكو مشاريع ما تلاحق الحكومة تنفذها وتنفقها بال24. طيب يعني هو قانون صلاحية لا أكثر ولا أقل. هنا أنا بدي أعرف هاي التفصيلة، سألت حضرتك قلت لك من الرابح ومن الخاسر. الربح والخسارة هنا ممكن الأموال اللي خصصت لمجالات تمس المواطن مباشرة مثل الرعاية، مثل البطاقة التموينية، نعم. ممكن تكون بها زيادة. اليوم إذا وزارة التجارة إجتها فد مليار زايد، أكيد راح توفر مفردات تموينية للمواطن، أو مثلا الرعاية ممكن تكون هناك مخصصات أو إضافة، أو ممكن تسديد الرواتب بأثر رجعي. هنا نقول خسارة المواطن أو ربحها، وكذلك نبحث عن الخسارة والربح بالنسبة للمحافظات وبالنسبة للحكومة اللي مررت هاي الموازنة بدون مناقلات. شوف أحكي لك، هي أكو قدسية لبعض الفقرات اللي هي الرعاية الاجتماعية والحصة التموينية زائدا مبالغ المزارعين. نعم. يعني دول مبالغهم مرصودة ومهيئة ولها الأولوية بالإنفاق. بالإضافة إلى الرواتب والتشغيلية. طيب. والموازنة التشغيلية، يبقى استقطاع الديون، يبقى التزامات اتحادية، تبقى المشاريع الاستثمارية، تجي بالأولويات حسب ما متوفر ومتيسر. بس ولكن الرواتب والرعايه الاجتماعيه والحصه التموينيه وارصده المزارعين من تجهيزهم الحنطه والمحاصيل الاخرى مؤمنه 100% بالموازنه. طيب. فاعتقد ذولا تعتبريهم من الرابحين انت، ما اعرف بعد. لا يعني راني اسال حضرتك، لان انت اكثر اطلع مني على الجانب الاقتصادي، وممكن تقيم يعني الاموال اللي تمت المصادقه عليها بمجلس النواب. شوف من خلال الجداول، هي موازنه طموحه اكبر من يعني التصور اللي بالافق اللي موجود. رئيس الوزراء يريد يعمل نقله كبيره بالعراق، يعني فعاده عند بعد نظر بالحجم الأمور، يعني قيسها بالحجم الأكبر. يريد يأمن، يسوي نقلة اقتصادية من خلال قانون الموازنة ومن خلال التعاملات الأخرى العراق. مثلا هسه الكهرباء أكو مشكلة كبيرة بالكهرباء، لازم تحال، هذه يراد لها أموال. أكو مشكلة كبيرة بالغاز، لازم تحال، يراد لها أموال، تم تخصيصها. يعني الغاز مثلا تم تخصيص له مبلغ، النفط تم تخصيص له مبلغ، بالإضافة إلى الكهرباء التعاقدات راح تتم على إعادة صيانة المحطات الكهرباء بالكامل مع الشركات المصنعة للتوربينات والمحركات محطات الكهرباء. قصدي انه هي الدوله اصلا عندها شورتج، عندها يعني عجز كبير بالسنوات السابقه. فايش قد ما تخصصين اموال لغرض اعاده التنميه لوضعها الطبيعي، مثلا مشروع ميناء الفاو، مشروع الخط، يعني اللي هسه احنا عليه خلاف كبير، التنميه والصين والى اخره، الحرير. فهذا هم يراد له اموال كبيره لغرض تامين سكه القطار، لغرض تامين طرق، لغرض تامين بنى تحتيه، نعم، والى اخره. يعني هاي التزامات جمع على الحكومه العراقيه. يعني فاي مبالغ تكون اكثر من التخصيصات الروتينيه والاجرائيه هي راح تذهب لهذه المشاريع. يعني اكو ما ينتظر ما يفيض عن الرواتب وما يفيض عن التشغيليه وعن الالتزامات الاخرى مثل ما تفضلتي اللي هي الضمان والحصه التمويليه واستحقاقات المزارعين، تبدي عاد هذه الاستحقاقات الاخرى. طيب. ان توفرت اموال توفرت، ما توفرت حكومه عندها مرونه بالاقتراض، عندها مرونه بالاستثمار، عندها مرونه بالمشاركه والى اخره،
تحل مشكلتها هي، هي مسؤولة عن هذا الملف. طيب خلي أعفيك من الإجابة الدقيقة حول السؤال من الخاسر ومن الرابح حتى لا ندخل بتفاصيل. لا هسه احنا ذول الأولوية لهم، نعم يعتبرون هم الرابحين. نعم أطرح على حضرتك سؤال، إجابته هي راح تكون تحدد من الرابح ومن الخاسر. يعني احنا متعودين كل موازنة لها تسمية معينة، موازنة أمنية، موازنة غذائية، موازنة خدمات، متعلمين على هاي التسمية بكل موازنة. هاي الموازنة الحالية مال 24 ايش نطلق عليها؟ موازنة شنو؟ أنت ذكرتيني بشيء، بيوم من الأيام في سنة من السنين حكومات السابقة، نعم 120 مليار كانت الموازنة، سموها انفجارية. السنة اللي بعدها صارت 107، قالوا تقشفية. معنى مو قلت لك متعلمين على تسميات. يعني الفرق كان 13 مليار، مع العلم ال 120 من صرفت؟ انصرفت منها تقريبا 98 مليار. نعم. تقريبا دولار انا عزي. فاحنا التسميات هي يعني ما راح تحل المشكله بقدر انه احنا لازم نعالج ونوجه اموال الاستثماريه بطريقه مناسبه يصير مردود محلي للإيرادات الداخلية. طيب هي فعلا ما خصصت أموال تليق بتطوير وتنمية الصناعة مثل ما يقال، لأنها أنطت جزء لربما يسير خصصتها للصناعة. يعني أنت تعرفين الصناعة بالقطاع العام هي صناعة يعني متراجعة لا يمكن الاعتماد عليها. بما يخص القطاع الخاص أكو مشروع أول بارحة اجتماع رئيس وزراء لغرض تنمية مشاريع الصناعية بالقطاع الخاص، وخلال شهر من الاجتماع لازم تعد آلية لغرض تمويل القطاع الخاص للمشاريع الصناعية. نعم. من المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى المشاريع الاستراتيجية والكبيرة راح يتم تمويلها من خلال المصارف الحكومية. نعم. بآلية ميسرة تتأمن تشغيل هذه المصانع من خلال تجهيزها بخطوط الإنتاج وانسيابية دخول المواد الأولية لغرض الإنتاج. فهذا موضوع القطاع الصناعي. وجادة الحكومة خلال شهر تطلق التعليمات لغرض الإقراض لجميع الصناعيين بكافة مستوياتهم. طيب. بما يخص الصناعة كحكومة، نعم أكو إشكالية أنه الحكومة هل تبقى هي تصنع هذه الصناعات البسيطة؟ يعني مثلا مع احترامي الجلود، صناعة الجلود وصناعة النسيجية وصناعة القطنية وصناعة البلاستيكية وإلى آخره من شركات تمتلك أصول عملاقة قيمها بالتريليونات، ولكن إنتاجها بائس وليس بالمستوى المطلوب كنوعية ولا كمية ولا تدر أرباح الغرض الاستفادة منها كشركات وكموظفين من خلال مخصصات والأرباح. يعني هذه الأصول من المفروض إعادة النظر بها وتحول إلى شركات مساهمة بقيمة أصولها حتى ما نطلع عن الموازنة، ولكن الصناعة بها حكي كبير. يعني مو فقط هي أموال، صناعة استراتيجية، صناعة يراد لها تنمية، صناعة لها تكنولوجيا، يراد لها ارتباطات بشركات وامتيازات عالمية مصنعة، يعني يراد لها حل فني أكثر من ما طيب هو. طيب هاي الشركات ممكن تتهيكل دكتور؟ يعني من المفروض والطبيعي تذهب إلى اقتصاد السوق وتباع من خلال قيمة سهمية ما تمتلكها من أصول، وتحول إلى شركات مساهمة، وهذه الشركات المساهمة ينبثق منها مجالس إدارة تدير هذه الشركات بعيدا عن سيطرة الوزارة والدولة، وتذهب إلى البيع والشراء بالسعر التجاري، مو تبقى هي معتمدة على يعني الحكومة بتمويل رواتبها ودعمها من خلال شرائها للمواد الأولية وتخصيصها أموال لغرض تشغيلها. طيب احنا نعرف دائما القطاع العام مقارن موازنة، نعم شركات القطاع العام وتحول مثل ما ذكرت حضرتك شركات مساهمة، يعني اليوم المواطن ممكن أن يكون شريك في هذه الشركة ببيع الأسهم الخاصة. صحيح. بهاي الشركات ويكون ممتلك لها. واضح. طيب كلام. طيب مفتهم الموضوع. هاي المساهمات اللي تحدثت عنها حضرتك ممكن باشر انه احد الاشخاص رعد يعني ينسحب او ممكن صاب نكسه لهذه الشركات وهي معتمده على وجود الاسهم اللي طرحتها، هاي كيف تتعالج المساله؟ انها راح تكون ممكن قطاع اشتراكي. لا سيدنا احنا
اكو شيء اسمه سوق العراق للاوراق المالية. وهو سوق لبيع وشراء الاسهم. نعم. يعني احنا بالتاريخ اكثر من مره صارت الدوله تشوف اكو عبء عليها باداره هذه الشركه تحولها للسوق. نعم. يشتروها مساهمين. وهم المساهمين من يشتروها هم يديروها. الدوله تشيل ايدها من عندها. فالتجربه هي مو جديده، يعني تكررت عندنا بال 86 وبال 87 وبال 89. نعم. موجوده، تمت الدوله جزء منها باعتها بالكامل وجزء منها بقت محتفظه بنسبه 48% واقل لحد ال 25% تتراوح بين ال 25% الى 48%. جوي المساهمين من القطاع الخاص داروها بافضل وجه. وهسه عندي هواية شركات لحد الان، هي بيبسي مثلا. نعم. فندق بابل هو شركه كانت شركه عامه تحولت الى شركه مساهمه. وكثير من الشركات هسه ذني العناوين حتى المشاهد يعرف، بس اكو كثير مئات الشركات باعتها الدوله وجزء منها ناجح وجزء منها توقف وجزء منها فشل. كل هاللي فشلت بعد يعني صار الانفتاح على الاستيراد. نعم. هي كانت شركات مصنعه بالدرجه الاولى للاسواق، فشلت بسبب انفتح الاستيراد على مصراعيه فوقف انتاجها. هنا سؤالي بالتحديد كان دكتور بانه تعرف انه الشركه المساهمه مده عام اذا ما قامت بالعمل اللي انشئت على موده بانجازه هي ممكن ان تصفى. لا هنا هذا العام. لا هذا لا قانون؟ لا لا قانون قانون الشركات التجاريه 97؟ لا لا ما في شيء. يعني مدة عام ما أنجزت عملها قامت على مودة غير تصفى، لازم تصفى؟ لا لا قرار بالتصفية؟ لا لا هي 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 اكو حالة بالقانون الشركات واحدة فقط للتصفية، إذا تجاوزت الخسارة أكثر من 75%. نعم. من رأس المال. نعم. عندك خيارين، ثلاث خيارات، يا أما تزيدين رأس المال، يا أما تنقصين رأس المال الشركة، يا أما تروحين تصفية. وهذا قرار الهيئة العامة. نعم. ماكو شيء يلزم الهيئة العامة يعني المساهمين انه هم يصفون الشركة. طيب. نعم. خلينا نرجع للموازنة دكتور، يعني احنا نتحدث هنا عن جداول هي مكملة لإقرار الموازنة اللي انقرت لثلاث سنوات. نعم. طيب ليش التأخير بإقرار هاي الجداول أو المصادقة عليها؟ يعني احنا هسه بالشهر السادس، يعني منتصف السنة انتهى. هذا التأخير لربما تكون مجلس النواب وما مسؤول عن هذا التأخير، شنو الأسباب الحقيقية؟ لا مجلس النواب ما تأخر نهائيا، أخذ يعني مدة الطبيعية وأقل من الطبيعية. نعم. كان أكو إشكالية بالإيرادات من خلال وزارة المالية تأخرت. ومو سببها يعني الجداول من جتها من الوزارات ومن المحافظات، تعرفين العراق يعني محافظات ما شاء الله ووزارات. نعم. كبيرة جدا يعني. نعم. والرغبات موجودة والطموح موجود لدى الوزارات والمحافظات، وكل هذا كلها تريد أموال، والأموال تبقى تدقق لوزارة وزارة وتخفض 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 وتخفض، وآخر شيء خفضت الاستثمارية 20%. نعم. وتم الاتفاق على عجز معين بالموازنة وإرسال الجداول إلى مجلس النواب. بالمجمل انه هو التاخير ما اجى من فراغ او نعم. من يعني من تقصير، وانما هو يعني الحكومه وزاراتك يعني ما شاء الله والمحافظات. طيب. يعني هي هو العمل يتطلب لها وقت. زين دكتور، تخفيض التخصيصات للمحافظات ودرجة يعني الثقل عليها للوزارات. نعم. واحنا نعرف انه اغلب المشاريع التابعه للوزارات هي مشاريع متعثره، واغلب الضيوف اللي جلسوا مكان حضرتك قالوا احنا مشاريعنا اللي مرتبطه بالوزارات نعاني من اشكاليه باتمامها. يعني احنا اذا نجي ننظر للتاريخ انه مجالس المحافظات في المحافظات قبل تجميدها كانت اكو مشكله كبيره بالمحافظات ما انجزوا شيء. نعم. صح؟ الوزارات نفس الحالة هم عندها خلل كبير، ما انجزت شيء من مشاريعها الاتحادية. وعادة كان يصيبها الفشل والتلكؤ. نعم. المسؤولية مشتركة بين مجالس المحافظات وبين الوزارات. نعم. يعني النجاح للوزارة هو نجاح للمجلس المحافظة،
ولا المحافظ. نعم. في فترة فراغ معين من ماكو مجالس محافظات للسنوات السابقة، نعم، تم بروز أكثر من محافظتين أو ثلاثة أنه هي نجحت في استثمار أموالها ونفذت مشاريعها. طيب هسه من الممكن تكون اكو مبالغة بحجم المبالغ المخصصة على مستوى التنفيذ، ولكن تنفذ شيء بالأخير. وهذا ينطينا بصيص عمل أنه اكو من يعني من الممكن أنه اكو نجاح لهذه المحافظة. نعم. هسه من رجع الوضع كمجلس محافظة وكمحافظ، أعتقد المحافظ مقيد إلى حد ما، ومن الممكن ترجع المشاكل السابقة للمحافظات وتتلكى. هسه هنا اكو فرق. الوزارات كانت بحكومات سابقة من الممكن انه كان بها ترهل وعدم متابعة، لكن حكومة محمد الشياع متابعة لجميع تفاصيل الموازنة ومشاريعها بصورة شخصية من رئيس الوزراء. نعم. وبفرق متابعة متعددة، يمكن أكثر من 3000 شخص يتابع المشاريع. نعم. ويكتب تقارير إلى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يتابع التقرير بنفسه مع الوزير المختص من خلال الاتصال المباشر ومن خلال الاجتماعات الدورية الأسبوعية وغيرها. طيب. فهنا أنا أكو فرق. الوزارة ما تقدر مثل الوزارات السابقة تأخذ أموال وما تنفذ مشاريع. هنا أنا أكو متابعة بصفة شخصية من قبل رئيس الوزراء وحل جميع مشاكل الوزارة، وبتحمل مسؤولية لقرارات كبيرة لغرض القفز بتنفيذ المشاريع من قبل الوزارات. يعني هذا السبب هو اللي خلى هالشكل تكون تقسيم الجداول المتابعة المحافظات. يعني الحكومة عندها ثقة بنفسها. نعم. عندها ثقة بنفسها. تريد تنفذ المشاريع الاتحادية. طيب. هنا عندنا أحد بنود فقرات الموازنة دكتور نص بأنه من حق السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء أن يناقل 2 تريليون لحصة المحافظات. طيب هذا ملزم بالسيد السوداني لو مجرد حبر على ورق؟ لا لا، هي صلاحية. نعم. صلاحية إذا يحتاجها يسويها. وإذا متوفرة بها الظروف المالية اللي موجودة لأي محافظة تحتاج هاي التريليونات الاثنين. إي يعني هو صلاحيته أنه يقدر يناقل. إذا توفرت الظروف وأكو حاجة للموضوع. نعم. يستخدمها الصلاحية، إذا ما توفرت ما يقدر يستخدمها. فالموضوع هو كقانون موازنة هو قانون يمنح الحكومة ورئيس الحكومة ووزراء الصلاحية بإنفاق بسقف معين لمشاريع مسمات. نعم. هذه السقوف وهذه المشاريع من الممكن تنفذ بنسبة 100% ومن الممكن تنفذ بنسبة 50 إلى 60%، ومن الممكن مشاريع ما تنفذ جزء منها. بس بالأخير الحكومة واضعة خطتها تريد هذه الأموال لغرض تنفيذ هذه المشاريع. إذا المشروع تنفذ تم إنفاق الأموال. نعم. إذا المشروع صارت بأي عوائق لا سامح الله فالأموال موجودة. فهي بالأخير هو قانون للصلاحية الإنفاق على هذه المشاريع. بما يخص الرواتب، هو رواتب أي حكومة تجي هي لازم تصرف هذه الرواتب. فهو يعني صلاحية الدولة، الحكومة هي تصرف الرواتب، والميزانية التشغيلية أيضا هي ميزانية تشغيلية يعني مثل ما نقول مسلم لها. نعم. لغراض الصيانة والتشغيل، تشغيل محطات الماء، مجاري، كهرباء، الأمور الحياتية الأخرى، هذه لها مخصصات تسمى بالميزانية التشغيلية، يتم إنفاقها من قبل الدوائر ذات العلاقة على لغرض تشغيل هذه المشاريع وإدامتها وصيانتها. نعم. لتأمين الخدمات للمواطن. طيب دكتور، أكو إحدى الملاحظات اللي سجلتها اللجنة المالية في مجلس النواب على مسألة بأنه الحكومة حاولت أنه توجه تنفيذ المشاريع بالقطاع العام أكثر من الخاص. نعم. على الرغم من هي دائما القطاع الخاص ودائما الطالب بتحريك القطاع العام ليستند على القطاع الخاص. هاي إحدى الملاحظات اللي وجهتها وزارة اللجنة المالية. يعني أنا قرأتها بصراحة، موجودة بالجداول ملاحظة مخالفة، بس بصراحة يعني المفروض هو يعني شخص يقول فلان مثل ينطي مثال فلان مشروع ثمان مشروع، احنا على حد علمنا ما نعرف.
ما نعرف اكو يعني مشاريع تم تنفيذها من قبل القطاع العام من الممكن انه تنفذ القطاع الخاص، بالعكس يعني اكثر حكومه منفتحه على القطاع الخاص هي حكومه السيد السوداني ومنحت مشاريع استراتيجيه بالغاز وبالكهرباء وبالبنى التحتيه وبالمدن. طيب ليش هاي الملاحظه؟ يعني انا استغربت بصراحه من قراءتها، يعني من الممكن العكس ممكن صحيح، من الممكن العكس ممكن صحيح، ولكن انه هو انحازت الحكومه من القطاع الخاص اخذت مشاريع. طيب هي جداول الموازنه تحكي شو تقول؟ تقول اكو اهتمام على القطاع العام لو على القطاع الخاص يم بينه؟ لا هو الانفاق الحكومي عاده هو الموازنه على انفاق الحكومه الانفاق العام ما له علاقه. نعم القطاع الخاص انه هو يدبر امره فلوسه من عنده. يعني هو بالضبط انه هذا طبعا من بديهيات الامور لعد ما يحتاج له. نعم. بس هو يعني الابن الشرعي للحكومه والقطاع العام والابن الغير شرعي هو القطاع الخاص، بحيث انت روح دبر امرك وانا اصرف على ابني. نعم فهذه هي اصلا يعني مو موجوده يعني بصراحه. انا حكيت كقطاع خاص يعني انا لفت نظري هذه الملاحظه يعني اعتقد مو موجوده، واذا كانت موجوده خلينا نناقشها وين؟ بيا فقره. نعم مستحيل ماكو لحد الان هو الدعم للقطاع الخاص يعتبر يعني متواضع. يعني ممكن كان قصدهم بانه اكو دعم يعني دعم سبيشال للقطاع الخاص يعني من خلال الدعم العام. اعتقد يعني اعتقد اكو علامه استفهام على هذا الموضوع لا يمكن انه نخوض بيها. نعم. دام نعرف القصد هو شنو كان، ولكن بالاخير هو القطاع الخاص لحد الان ما وصل لمستوى الطموح ولا الطموح يعني مستوى متواضع جدا بالدعم الحكومي. فهو هذه الاموال شوفي هاي الاموال لو توجه بطريقه بس قيود القطاع العام كبيره جدا لا يمكن لاي حكومه الهروب منها او كسر هذا الطوق. طوق يعني طوق بالانفاق شئت اما بيت انت لازم تنفق هاي الاموال. نعم لهذه يعني بس اكو يعني بصيص امل من خلال صندوق التنميه. نعم اللي تخصص 3 تريليون من خلال الموازنه لغرض انشاء مشاريع وتمويل مشاريع والمشاركه مع القطاع الخاص بعيدا عن القطاع العام. نعم هذا من الممكن انه تكون الملاحظه على هذا الموضوع. واكو فقره اخرى انه الحكومه تكفل القطاع الخاص. نعم من خلال كفالات سياديه لانشاء مشاريع صناعيه وتنمويه للقطاع الخاص من خلال مقرضين خارجيين، وتحققت من خلال كوميرس بانك المانيا 1 مليار دولار، من خلال ساشا الايطاليه هم مليار يورو. من خلال انشاء مشاريع للقطاع الخاص وطلع دوله رئيس وزراء باحد المشاريع. نعم. لانتاج الواح الزجاج، هذا بعيدا عن الموازنه. راحت الدوله كفلت بنوك تقرض مشاريع صناعيه لقطاع خاص. نعم. بكفاله الدوله في حاله عدم تسديد القروض قطاع الخاص القروض الاقساط. فهذا يعني اكو مخرج صار لغرض دعم القطاع الخاص بعيدا عن الاموال الموازنه. طيب يعني فقط هي كفاله. واكو مبلغ 3 تريليون خصص بصندوق التنميه يدعم يشارك مو يدعم ويقرض مشاريع القطاع الخاص التنمويه اللي لها علاقه بالتنميه. نعم مو اي مشاريع عاديه، يعني مو مشروع انه هو ما يوفر خدمه عامه يدعمها او يقترض او يشارك، ماكو دعم، هو يا اما مشاركه يا اما اقتراض. زين صندوق التنميه بال 24 زاد يعني استيعابه؟ هو خصصوا له 3 تريليون. نعم. لحد الان هو ما صرف ولا دينار، بس ماشي بالشراكات يعني ماشي بعقود مشاركة وإنشاء مشاريع، بس يطلب لها إجراءات طويلة هي، ولكن ماشي بها على مشاريع كثيرة. طيب دكتور هنا نتحدث عن نسبة 52%، هاي 52% شنو؟ هذا تسديد العجز من قبل البنك المركزي العراقي. نعم. والمصارف العراقية. هسه ايضا ملاحظة اجتي من اللجنة المالية النيابية. قالت يابا احنا دار نريد نطور القطاع المصرفي، شلون نخلي البنك المركزي والمصارف الحكومية العراقية يسد هذا العجز؟ هسه هو بقانون الموازنة
يقول تستمر الحكومة بالإقراض من المصارف الداخلية والخارجية وهذا لغرض سد العجز داخلي. نعم بعد يعني ملاحظة، يعني هسه الملاحظة هي كلمة حق 100%، لكن أنت منطي الصلاحية، لا أنت عندك عجز وانطيت صلاحية للحكومة بالإقتراض من سد العجز من هذه المصارف. نعم هسه هو ايش يقول؟ يقول تصنيف الائتماني الخارجي يقل. طيب يقصد التي بي اي، لان احنا اكثر مصارفنا التعاملات الدولية والتي بي اي ما عندنا تصنيف هذا التي بي اي. التي بي اي الحكومة من شافت تصنيفه بدا انه ينخفض التصنيف الدولي امس إذا قد يطلب الحكومة راح تسددتها الحكومة كاملة، وبقى القطاع الخاص مقترض وأكو جزء متلكئين، شكل لجنة رئيس الوزراء لمتابعة هذه القروض لغرض تأمينها وإعادتها، بدأ البنك أنه يرجع إلى وضعه الطبيعي قبل التصنيف الأخير، من الممكن السنة القادمة يرجع التصنيفه. طيب طيب دكتور، عندي مقطع فيديو للخبير الاقتصادي المالي نبيل المرسومي، خلينا نشوف أنا وحضرتك حتى نسمع تعليقك على كلام. نعم. رصيد وزارة المالية اليوم انخفض، المدور انخفض من 23 تريليون دينار إلى 1,571 تريليون، خلي يقرون الموازنة زين ويشوفون. ولذلك اليوم ما عندنا رصيد مدور حقيقي. سد العجز اليوم سوف يحصل من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي. اليوم الموازنة فيها اقتراض داخلي مقداره 33 تريليون دينار، وأكو 13 تريليون دينار اخر قروض خارجيه. هذا عجز حقيقي، لانه العجز اللي حصل في عام 2023 لم يكن عجز مخطط، وانما اصبح عجز حقيقي لاحقا عندما ظهرت الانفاق العام. وعندما قرانا هذه الموازنه وجدنا بان رصيد وزاره الماليه قد اوشك على النفاذ. تعليقك دكتور. يعني الرصيد وزارة المالية كلامه دقيق الرجل. رصيد وزارة المالية في فترة ما وزارة المالية يعني توقف الانفاق بها، ومن خلال زيادة اسعار النفط والفروقات اللي تمت صعد رصيد وزارة المالية. بس تأثيرات الانفاق التشغيلي وبالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية، منها فك الاختناقات ومنها مشاريع بنى تحتية، تم استغلال هذا الرصيد اللي موجود اللي هو الرصيد المدور اللي يتكلم عليه الأستاذ اللي هو أكثر من 20 مليار. نعم. تم استنفاذه لأغراض مشاريع بنى تحتية، فهو أصلا هو رايح للتنمية، يعني استثمار هاي الأموال راحت لمشاريع تنموية، جزء منها اللي هي 5 تريليون تقريبا فك الاختناقات، مشاريع فك الاختناقات في بغداد والبنى التحتيه، بالاضافه الى بنى تحتيه في بعض المحافظات. نعم. فانخفض صحيح رصيد الحكومه، انخفض كان رصيد الحكومه في الحكومات السابقه يوصل الى صفر. من وصل اكثر من 23 او اكثر من 20 مليار، وكان رقم قياسي على مدار 20 سنه سابقه. نعم. عمر الحكومة ما وصلت أكثر من 6 أو 7 تريليون. فمن وصل 23 هو يعتبر حالة صحية وإيجابية. وإنفاقها هو ليس من الممكن يكون بشع وسلبي بصورة كبيرة، لأن إحنا هنا الإنفاق راح إلى بنى تحتية. طيب هنا يعني عادة إحنا ما حافظت عليه بسبب البنى التحتية؟ هي جت مشاريع خارج قانون الموازنة، وفي مرحلة معينة أنه ما عدا الحكومة تصرف إلا من هذه، ما كان مقرر. إذا ما كو رصيد بالـ 24 شلون؟ رصيد المدور يتكلم عنه. يعني إحنا عندنا رصيد، عندنا احتياطيات البنك المركزي، هي احتياطيات البنك، وعندنا احتياطيات الحكومة اللي تفضل بها الأستاذ اللي هي أكثر من 20 مليار كانت. نعم. الاحتياطي الحكومي نزل إلى مستويات منخفضة حسب قانون الموازنة، اللي هو مثل ما تفضل يقول أكثر من 1.5 مليار دينار. يعني الحكومة هسه ما عندها أرصدة نقدية، لكن عندها إيراداتها اللي هي أكثر من 9 تريليون شهريا. نعم. هي الحكومة مباح لها أنه تأخذ من الرصيد الاحتياطي للبنك المركزي؟ أي نعم مباح لها طبعا بقانونها، مباح. نعم. احتياطياتها هذه هي تصرفها،
احنا عندنا ايرادات تعبر 9 مليار شهريا، يعني هذه ايرادات لمده شهرين موجوده كانت. حاله الطوارئ انه من ينخفض الايرادات ويزيد الانفاق منين نسد العجز؟ من الاحتياطات. من الاحتياطات يعني. صار عندنا مشاريع تنمويه واستثماريه، فالحكومه استثمرت هذه الاموال بهذه المشاريع. فسوى حاله جزء يعني من الممكن انه هي تكون يعني انه المفروض يعني يبقى رصيد على ان لا يقل انفاق شهر كاحتياطي، على اساس انه لا سمح الله كل شيء يصير يعني ايرادات. اكو طوارئ اخرى اللي هو احتياطيات البنك المركزي، تقدر وزاره الماليه تقترض بسندات خزينه من احتياطيات البنك المركزي او المصارف الحكوميه لغرض تسيير الامور لا سمح الله اذا صار اي طارئ. فهو هو خط الصد الاول احتياطيات الحكومه. نعم. وبعدين اكو خطوط اخرى. طيب هاي السندات اللي راح تاخذها الحكومه شلون يتم تسديدها او اعادتها للبنك المركزي؟ ترجع الحكومه تستقطع، وزاره الماليه تستقطع من نسبه معينه من ايرادات الحكومه وتسد البنك المركزي مثل ما صارت سابقا. يعني طوال فتره التسديد هي مدينه يعني مثلا للبنك المركزي. تاخذ مثلا لمده 5 سنوات او 10 سنوات السند الخزانه او 5 سنين او 3 سنوات، فتبقى وراء الثلاث سنين تبدي تسده باقساط معينه تاخذها من قانون الموازنه. اذا تقرير اكو بند بقانون الموازنه اسمه سداد اقساط الدين وصيانه الدين. فهي هذه تسدد من قانون الموازنه، عاده ياخذون نسبه 10% يسددون بها الديون ويسددون بها الاقساط والفوائد المترتبه على الحكومه بسبب الاقتراض من خلال سندات خزانه او من خلال الاقتراض المباشر من المصارف. طيب دكتور، انا يعني 17 تريليون ضعفت الحكومة على الموازنة واعتمدت على سعر النفط. نعم. وإحنا عندنا تعرف النفط يعني سعر البرميل الخام المصدر هو من 70 إلى 80، وهذا شيء خطير طبعا، خصوصا بأنه سعر البرنت اليوم هو 76، يعني العراقي تقريبا 72. طيب هذا الاعتماد هو بخطورة أصلا، يعني 17 تريليون نتحدث بدخولها للموازنة. صحيح، الحكومة تفكر بتضخيم الإيرادات المحلية. نعم. تضخيم الايرادات المحليه راح يسد هذا العجز خلال السنتين القادمه، يعني من خلال تقديم الخدمه وليس من خلال الجبايه. تقديم الخدمه من الممكن انه هو يحقق ايرادات، استغلال عقارات الدوله، في مشروع طموح لغرض استغلال العقارات اللي هي غير مستغله، من الممكن تدر مبالغ كبيره على يعني الموازنة. فقط تداعياتها تكون هي قريبا جدا عقارات الدولة؟ خلال هذه السنة من الممكن يظهر مشروع كبير عقاري، من الممكن يسد العجز هذا كله اللي موجود. بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط. واحتمالية انخفاضه. شوف أحكي لك، إذا ما الحكومة يعني أي شخص إذا أي بز أي عمل بالعالم إذا تريدين تسوي إيراد الأموال، انت بقى انه انت لازم هاي الاموال من تعرفين تاخذيها المفروض تسترديها، تعرفين شلون ترجعيها. فاذا كانت هذه الاموال ذاهبه لمشاريع بنى تحتيه ومشاريع استثماريه تقدم خدمات مقابل اموال، فشنو الضير من عندها؟ نعم. وما يبقى العراق متخلف على مستوى المنطقه، يعني المنطقه بها مشاريع انفجاريه وطموحه. احنا مرتبطين بقانون موازنه 60-70% من عنده هو تشغيلي ورواتب، 30% او 35% باحسن الاحوال هو استثماري. والمفروض الموضوع عكسي. نعم. زين، احنا مرتبطين بقانون موازنه يبيع ثروات البلد اللي هي النفط وينفقها رواتب. نعم. هذا من يعني من المستحيل الدوله تنهض اذا ما تعالج هذه الملفات الخطيره. نعم. من الناحيه الاقتصاديه. فالمفروض انه اكو ايرادات محليه تسد على اقل تقدير جزء من الرواتب والتشغيليه، والايرادات الخارجيه تخصص لبنى تحتيه ومشاريع استثماريه تدر موارد محليه للحكومه حتى تقدر تنفق على التشغيليه وتصرف الرواتب. اذا احنا نبقى بدون مشاريع استثماريه ما تقدم خدمات مقابل اموال، راح تبقى دواما سعر النفط هو المتحكم بمصير الدولة بأكملها. إذا انخفض ما نقدر ندفع رواتب، وإذا صعد من الممكن ندفع. هذه المعادلة المفروض تغير في الفلسفة الاقتصادية. لازم أموال النفط
ما تعتمد، ما لازم اموال الرواتب والتشغيلات ما تعتمد على سعر مبيعات النفط، لازم تعتمد على ايرادات محليه، والايرادات المحليه لا يمكن اعتمادها بالجبايه او الضرائب من المواطن، لازم تورد من خلال مشاريع تنمويه استثماريه تقدم خدمات للمواطن مقابل اموال تسترد هذه الاموال لغرض انفاقها والتشغيل. الواردات النفطيه بال 24 ايش قد 90% اكثر اقل؟ من الموازنه؟ نعم. لا العجز اكثر، يعني حوالي اكثر من 20% العجز. طيب المعالجات حتى نخلص من الاعتماد على القطاع النفطي، هسه معالجات احنا اعتماد الحكومه على الضرائب، على ممكن الجمرك غيرها، هاي مو معالجات. لا انا قلت لك انه احنا لازم نفكر انه نوجه هذه اموال النفط لخلق مشاريع استثماريه تقدم خدمات مقابل اموال، يعني هسه مثلا على سبيل المثال انه احنا مبالغ طائله تذهب لغرض العلاج خارج العراق، مبالغ طائله تذهب للاستيرادات، مبالغ طائله تذهب لمشاريع من الممكن انه هي ما تقدم خدمه ويصير بها اندثار وعدم وجود صيانه وما بها اموال مثل الكهرباء على سبيل المثال، لحد الان جبايه الكهرباء موقوفه، جبايه الاتصالات لحد الان الدوله ما لها حظوه كبيره بمبالغ الاتصالات، يعني لان كودن انه هي ذاهبه لشركات، المفروض الدوله تسوي شركه تقدم خدمه مقابل اموال، هاي الاموال تذهب جزء منها لخزينه الدوله، اكو مفاصل كبيره بالدوله متروكه للغير او مهمله او يضربها الفساد. نعم. او يراد لها اموال لغرض النهوض بها. نعم. يا اما الدوله تبقى راسمه للسياسات وهي جابيه من خلال الضرائب وتترك الخدمات في القطاع الخاص، يا اما تشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتشاركه بالجبايه والضرائب وبالارباح. طيب. فهذه هي المرحله انه لازم تتحول بها الحكومه بقرار يعني واضح وصريح لغرض التحول الى عين، واعتقد حان الوقت لاتخاذ هذا القرار. طيب دكتور، هنا نتحدث عن موازنه المخصصه لاقليم كردستان اللي هي بلغت 20 تريليون، تسليم هاي المبالغ هو مشروط بالتزامات من قبل الاقليم؟ مرهون اكيد. لو الحكومه ملتزمه بتسليمها؟ لا مرهون. الحكومه المركزيه؟ لا، هو كرواتب انتهى موضوع الرواتب مال موظفين الاقليم. التوطين مقابل الراتب، ما لها علاقه بعد باقي الامور، الراتب يبقى مستمر كموظف اقليم، وهذا صار به قرار محكمه اتحاديه وصار به اتفاق حكومه بين الحكومه العراقيه و يعني بين الحكومتين. نعم. المحليه حكومه الاقليم والحكومه الاتحاديه. نعم. الرواتب لا يمكن ايقافها، ولكن باقي الاموال المشاريع الاخرى لا يمكن تمويل ميزانيه اقليم كردستان اذا ما يعني تسلم ايرادات النفط والرسوم الاخرى الاتحاديه للحكومه العراقيه، وتم ايداع يمكن قبل اسبوع 85 مليار دينار عائدات الجمارك الاقليم. عن الواردات الغير نفطيه. غير نفطيه. نعم. طيب دكتور، هنا قبل كم يوم السوداني وضح بانه تعطيل ضخ النفط من ميناء من انبوب جيهان بسبب رفض الشركات الاجنبيه اللي تعمل بالاقليم باعتماد سعر البرميل اللي حددته بغداد اللي هي 7 دولار. طيب ما هو بالاقليم تقريبا 26 دولار. عشان تنحل الاشكاليه. يعني هم الاقليم متعاقدين ويا شركات من خلال مشاركه بالانتاج، واكو عقود اذعان كبيره. نعم. جدا على حساب ثروات النفط. وهذا موضوع خلاف وشد وجذب في وزاره النفط ووزاره الموارد الطبيعيه باقليم كردستان. ويعني اكو تدخل كبير من قبل الحكومتين لغرض حله، اعتقد بالوقت الحاضر يصعب حله. يعني بالايام يعني خلال هذا العام ما اعتقد تنحل مشكله النفط، بس بالاخير راح تنحل مثل ما انحلت الرواتب. تنحل ممكن على الانتخابات؟ لا، هو مو اكو يعني اكو مشكله دوليه يعني ممكن تعتبرها صفقه سياسيه حتى لا تمشي. تضغط على الاقليم لغرض الحل. طبعا، لان النفط هذا يعتبره شبه مهرب. نعم.
وهو شبه يعني مسروق، ولحد الان هو ما يطلع بطريقه رسميه، يطلع بطريقه تصاريح. بس الشركات ما دخلت للاقليم حتى تخسر، يعني هنا ممكن راح يسبب لها خساره. 100 علامه استفهام اكو على هذه الشركات، يعني يعني هي اكيد شركات تابعه لاشخاص. نعم. اي بالاخير هي ثروه العراق هذه، يعني المفروض مثل ما ابو نفط البصره دا يصدر بهذه الكميه وبهذا السعر. نعم. نفس الشيء في الاقليم، لازم مو على اساس انه اني ابو الاقليمي يخليني ياخذ ربحي من النفط وانا انطي ربحي كامل من النفط للميزانيه الاتحاديه. لا يمكن استمرار هذا الحال. اول شيء اوبك بنطينا حصه معينه للتصدير، لازم يدخل من خلال صادرات وزاره النفط وشركه سومو. اثنين، النفط دا يباع، هي المشكله وين؟ هسه النفط دا يباع بسعر بخس، يعني اقل من 50% من سعره الدولي. والاقليم دا يصدره بهذا السعر، واذا يتفق ويا الحكومه ويسلم الحكومه هذا النفط، من الممكن تجي ايرادات يعني اكثر. يعني هو هسه حاليا الاقليم جاي يصدر؟ يعني اكو تهريب للنفط. تهريب؟ اكيد طبعا. مو قانوني؟ اي مو قانوني. طيب اليوم دكتور لفت انتباهي، يعني انا خليني اسالك ملاحظه. تفضل. يعني الاقليم لو يسلم نفوطه للمركز لوزاره النفط الاتحاديه، من الممكن ايراداته هسه في حال بيع النفط بطريقه غير قانونيه تفوق ايراداته اللي ما يستلمها هسه. طيب ليش يلجا لهي الطريقه الان؟ يعني ممكن يروح لجهه غير. يعني هذه ملاحظه لازم هم يعني بالاخير لازم تنحل يعني. طيب تفضل. اليوم اكو تصريح لفت انتباهي دكتور لوزير الاعمار، قال كل مشاريع فك الاختناقات جاي يعني تشهد تخريب وتعثر، هاي شخصوها يعني الحكومه شخصتها هي ارهاب لو مافيات لو طرق متعمده ومتقصده لهذا التخريب. لا هو شوف احكي لك، هو ماكو مافيات، بس هو اكو استخدام جائر واكو عبث من قبل ضايفين نفوس. طبعا حق الوزير، تدرين انت مشروع بين ما يكمل وبين ما ينفتح، ومتابعه بشكل دقيق على مدار الساعه، ويعني ويفرح المواطن ويفرح الوزير ويفرح رئيس الوزراء من يخلص المشروع. نعم. ويجي شخص يعبث، يا اما يكتب او يكسر او يستخدم استخدام جائر. طبعا هذه يعني حاله شاذه المفروض تعالج، ولكن هي المشكله وين؟ الخلل كبير، مو هنا على الخلل. الخلل تنظيمي بصوره عامه، يعني مثلا استخدام هذه الطرق وهذه المجسرات على استخدام جائر بالحمولات. نعم. راح تندثر هذه. ماكو قانون يضبطها، هو لو اكو قانون يضبطها ما راح يصير تخريب الشوارع الجديده. قانون مشرع ونافذ. شلون يطبق؟ تطبيق القانون غير موجود. يعني دائرة المرور على سبيل المثال مقصره تقصير كبير بالاستخدام الجائر من قبل الاحمال، اللي هي هتكت هذه الطرق وفلشت البنى التحتية بالعاصمة والمحافظات الأخرى. نعم. يعني كان من المفترض أكو فد يعني إنذار أحمر من قبل دوائر المرور، إجراءات حجز وتغريم ومصادرة لهذه الأحمال على أساس تحافظ على هذه البنى التحتية. المهم يقول لك أنا ماكو طريق غيره، وين أروح سوي لي طريق خارجي واني اطلع به؟ لا ماكو طريق، مو كل واحد نسوي له طريق. يعني ابو الاحمال نسوي له طريق، والسياره الصغيره طريق، والباص طريق، لا هي الطرق نفسها ولكن مساراتها متغايره. نعم. المشكله بكميه الحمل اللي هي تفوق كميه وزن السياره العجله. اذا الدكتور داوود عبد الزاي رئيس مجلس الاعمال العراقي، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور، نورتنا في كلام حر. وبالتاكيد شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن الاصغاء والمتابعه، انتظرونا باكر باذنه تعالى في كلام حر.